في أخبار الطقس، حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد في الولايات الشرقية من الوطن، حيث ستتواصل إلى غاية الساعة 9 ليلا حسب ما أكدته مصالح الأرصاد الجوية. وذكر تنبيه من ذات المصلحة أن الولايات المعنية هي سطيف، باتنا، خنشلة بسة، بالإضافة إلى أم البواقي وسقهراس وجالمة.